فوق علال عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. أولا هذا النهار هذا كنحب نهني الساكنة ديال سوق الأربعاء الغرب، كنهنيهم بهذا هذا العرس السياسي وهذا هذه الاحتفالات هذه بشرة خير إن شاء الله على المدينة. أنا كنقول من هذا المنبر للمدينة شكرا لكاع الساكنة اللي وضعوا الثقة ديالهم فينا وعطاونا هذه المكانة هذه. الكلمة ديالي لهم هم احنا راه يعني جنود مجندون وراء هاد الساكنة هذه باش المدينة ديالنا تزيد القدام ونكونوا عند حسن الظن ديالهم، وحنا الباب ديالنا مفتوح ليل نهار ليل نهار، سواء يعني على مستوى العمل ديالي في المستشفى او الحمد لله دابا يعني كعضو المجلس البلدي المسير للمدينة. انا من هنا هذا المنبر كنقول الساكنة يعني بشرى لكم هذا المكتب هذا، وهذا راه مكسب للمدينة، وكلنا كنتفائلوا خير ان شاء الله، وخصنا الدعم ديالكم نتوما ودعموا هذا المجلس هذا، لانه كل امال وكل عازم باش تكون المدينه ان شاء الله من في مصاف المدن المجاوره ولما لا في المدن الكبرى ان شاء الله تعالى، وان شاء الله غادي تكون يعني مشاريع وغتكون مفاجات كبيره ان شاء الله للساكنه والمدينه. وشكرا لكم، شكرا لكم حيت عطيتونا هذه الثقه هذه، وكنتمنى الله ما نخيبوش الامال ديالكم فيكم، وحنا عازمين باش ما نخيبوش الامال ديال الساكنه والناس اللي عطاتنا هذا الدعم. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. انه لا يوم تاريخي هذا الذي تشهده مدينه سوق الاربعاء الغرب بتتويجها لحمله كانت ديمقراطيه وانتخابات شفافه عن انتخاب السيد جواد غريب رئيسا للمجلس البلدي عن حزب التجمع الوطني الاحرار. وكما تلاحظون من هذا المشهد التاريخي والمشهد الذي تغمره الفرحه بانه يوم للساكنه الغرباويه لما تشهد هذه المدينه، ان شاء الله ستشهد انجازات ومشاريع تنمويه كبرى والتي كان قد اعطى انطلاقتها صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. وان اغلب السكان هنا بل اقول اكثرهم مغمورون بالفرحه والسعاده لما شابته هذه الانتخابات من نزاهه وشفافيه، واعطت المرتبه الاولى لحزب التجمع الوطني الاحرار والذي يترأسه السيد جواد غريب الرئيس الان للمجلس البلدي والنائب البرلماني، والذي سبق وقد كان رئيسا للمجلس الاقليمي، والذي ابان عن كفاءه عاليه واعطى الكثير لهذه المدينه. وان شاء الله سنشهد في ولايته المزيد من المشاريع والمزيد من الاصلاحات خدمه للصالح العام وخدمه للساكنه الغرباويه. وان شاء الله نحن فخورون كل الفخر والاعتزاز بهذا الشخص الذي هو ابن المدينه وينتمي الى المدينه وكبر فيها، وهمه الوحيد هو ان يرى المدينه في حلة جديدة وفي مكانة مرموقة حتى ترضى عنه الساكنة، وحتى يكون لأبنائها وبناتها العديد من المشاريع مثل لطية وربما ملحقة جامعية ومعامل صناعية إن شاء الله، خاصة أن الأرضية موجودة بالنسبة للمعامل الصناعية 44 هكتارا، ونحن وكما وعدنا فيه أنه رجل ملتزم ورجل له أبواب مفتوحة ورجل يسعى دائما لخدمة الصالح العام. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.